نظام بايونيك. يشبه نظام البحث هذا نظام البحث الأيوني من حيث طريقة العمل والاعتماد في البحث على وحدة IMTU. لكن الاختلاف هو أنه هنا يتم التقاط الإشارات الأيونية من جسم معدني معين، على سبيل المثال من الذهب، ثم يتم توجيه البحث نحو التقاط الإشارات الأيونية المشابهة للأجسام المعدنية المدفونة تحت الأرض ضمن المنطقة المحيطة، أي أنه في نظام البحث الأيوني يكون البحث عشوائياً وحراً، ولكن في نظام بايونيك يتم توجيه البحث وفقاً لنوع هدف محدد، أي وفق إشارات محددة مسبقاً. تجميع الجهاز. قم بتوصيل وحدة IMTU بالجهاز. ملاحظة: قم بالتأكد من إغلاق قفل علبة الهوائيات حتى تكون ثابتة أثناء الاستخدام. استخدم مقبس الطاقة الموجود أسفل الوحدة الرئيسية لتوصيل البطارية. ملاحظة: مباشرة بعد الدخول إلى نظام البحث من القائمة الرئيسية سيظهر فيديو تنبيهي لخطوات تجميع الجهاز. في حالة وجود خطأ في التجميع أو في حالة القيام بتركيب قطعة خاطئة لا تتناسب مع النظام، سيظهر فيديو تنبيهي على شاشة الجهاز تتعلق بالخطأ بشكل دقيق. اختيار النظام. حدد هذا النظام من القائمة الرئيسية ثم اضغط مفتاح أوكي. سوف تظهر بعد الاختيار شاشة متعددة لتعيين إعدادات هذا النظام، وهي حساسية الإشارة، وهو على شكل مؤشر دائري تتمثل قيمته بنسب مئوية. أثناء عملية البحث ووفقا لمسح المنطقة المحيطة بحثا عن الأهداف، سيقوم النظام الأيوني بإصدار صوت خاص ويمثل قدرة الهدف ويتعلق بقيمة المسافة بين المستخدم وبين الهدف. يمكن للمستخدم تغيير قيمة الحساسية في أي وقت ليتمكن من تحليل الصوت الناتج الذي تتغير شدته حسب بعد الهدف. ربح الإشارة، وهي قيمة تمثل قوة الإشارة ويمثل على شكل مؤشر دائري أيضا تمثل قيمته بنسب مئوية. يمكن للمستخدم التحكم في قوة الإشارة باستخدام هذا الخيار. لتعيين الجهاز لاكتشاف الأهداف الكبيرة الحجم، قم بتقليل هذه القيمة وزيادة هذه القيمة للكشف عن الأهداف الصغيرة. لاختيار وتغيير المؤشرين السابقين، استخدم مفاتيح الأسهم يمين أو يسار ثم اضغط OK. ولتغيير القيمة استخدم مفاتيح الأسهم أعلى أو أسفل ومن ثم OK. مؤشر الدائري، وهو مؤشر على شكل أربعة دوائر متداخلة مختلفة القطر مع أربع دوائر صغيرة على الدائرة الثانية من الخارج. مؤشر قوة الإشارة، وهو مؤشر أفقي مكون من مستطيلات شقورية تتغير ارتفاعاتها وألوانها حسب قوة الإشارة وقرب الأهداف. كيفية الاستخدام. بعد اكتمال الضبط، تأكد من تجميع الجهاز تماماً وبشكل صحيح. أمسك الجهاز على الشكل الآتي. قم بتوجيه رأس وحدة IMTU إلى جسم معدني من نوع الهدف النموذج الذي تريد العثور عليه، ثم اضغط على زر البدء في الجهاز لتعيين نوع الهدف. عند استخدام هذا النظام نقوم بتحريك وحدة النظام الأيوني بكل الاتجاهات بشكل بطيء. في حالة وجود إشارة قريبة ستظهر على المؤشر.
المؤشر في هذا النظام سيظهر بشكل ثابت في حال وجود الحقل المشابه للحقل الذي تم قياسه بالتزامن مع صدور تنبيه صوتي يدل على الهدف. في حالة ظهور الإشارة يمكن التأكد بالعودة للجسم الأول وإعادة العملية مرة أخرى. ملاحظة: لا يوجد في هذا النظام عملية ريزات، وبالتالي أي نقطة نقوم بالضغط على زر البديل باتجاهها ستكون هي الحقل الجديد الذي سيتم المطابقة عليه.